اسيدي جميل غير هو ديك سير حتى لبعد كورونا اره ما تسنى مع راسك، سير حتى الغدا، سير حتى العطله، سير حتى يكبروا الوليدات، سير حتى التقاعد، سير حتى سير حتى سير حتى الى متى. السلام عليكم، اتمنى ان تكونوا على احسن حال. عدنا والعود احمد بعد غياب طويل. في الحقيقة في الأيام الماضية أرسل لي صديق واحد الفيديو اللي كنت صورته تقريبا سنة من الآن بعد بداية الأزمة في بداية أبريل على ما أتذكر، وأحسست بحنين وعلى حافزية داخلية وعلى الرغبة في تقاسم تجارب طاقة إيجابية خواطر وحاجات أخرى معكم، فقررت أني نعود نصور فيديو جديد. في الفيديو السابق اللي تقاسم معايا الصديق كنا تكلمنا على كيفاش يمكن نستثمروا الفرصة ديال الحجر الصحي آنذاك باش نطوروا ذواتنا، والسؤال يعيد طرح نفسه الآن بعد سنة، كيفاش يمكن نكبروا مع الأزمات، النموذج ديال أزمة كورونا. أكيد عرفتوا الجواب ديالي، أكيد نعم. أكثر من ذلك، تاريخنا الشخصي فيه تجارب كثيرة وعديدة جدا اللي عايشنا فيها أزمات وتخطيناها وكبرنا وطورنا من إمكانياتنا، غادي نشوفها إن شاء الله جميعا. واش الشريف راه الأزمة اللي كاينة دابا هي كورونا؟ واش عرفتي العالم شحال خسر الملايير، اللقاحات معطلة والنقل متوقف على المستوى الدولي. واش عرفتي راه غادي نعاودوا الماتش اللي لعبنا ذاك العام مارس تاني؟ قال لك اسيدي بغينا نعاودوا الماتش تاني. مشكله والله، اتبارك الله على الشريف ديالنا، صعب بروكا اسيدي. ما عندي ما نقول، يمكن صعيب كاع نواكبك انا في التحليل ديالك، تيبان لي على بال وعندك معطيات كثيره، ولكن واحد السؤال، واحد السؤال المطروح الذي يطرحه نفسه، هذه في السنه كامله واش قررتي في شي لحظه من اللحظات توقف مع راسك وتشوف اش اللي خاصك باش تزيد لقدام؟ لا ما تيبقاش ليا الوقت نتا مول الخير، ما في القهي والله يعطيك الصحه، ما كاين غير الاخبار الاقتصاديه والاجتماعيه والتحليل ديال المباريات، واش تبعد البطوله ديال الانجليزيه النشاط والحيويه نتا مول الخير. هنا فين خصك تسمع لي مزيان، اهتمامك بالمشاكل المحيطه بك وتركيزك عليها يمكن ينسيك في الاهتمام بذاتك، انك توقف وقفه مع راسك باش تشوف اش اللي يمكن، واش اللي يمكن يطورك ويزيد بك لقدام. ياك سيدي، اي يا سيدي، قبل قلنا ان الازمات تنعيشوا معها وتنكبروا معها، وانا بنعطيك نماذج ديال ازمات عشناها وزادت قواتنا. الأزمة الأولى في الحقيقة هي أزمة قاسية وصعيبة، هي أزمة الولادة والمخاض، وتحية كبيرة للأمهات خصوصا الوالدة، أكيد راه غادي تتابعني. فهاد الأزمة يمكن حنا كنا صغار ولكن راه غيرنا الوسط، كنا في وسط محمي، كنت توصلنا الماكلة. تصوروا معايا فاش كنا صغار كنت توصل الماكلة وكنا في واحد الوسط محمي، حتى تنخرجوا لواحد الوسط خارجي، وسط تنغير الوسط. ولاحظوا الدري الصغير كيفاش يكون هذاك البكاء وهذيك ردة الفعل بين ما يندمج مع الوسط الحالي، ورغم ذلك كانت هذيك بداية الحياة وبصمات الحياة ديالو، وكل واحد هذاك التاريخ تيبقى باصم في مسار. الثانية هي تجربة المشي، أزمة واش من أزمة. المتوسط كل طفل سقط على الأقل 2000 مرة باش يتعلم المشي. تصور معايا ان شي طفل تيرتبط توا بالاخرين تيقول لك بارك عليا نشوف انا الاخرين تيمشيو، الاخرين راه تيمشيو مزيان وشوفهم تيجريو وتيحنقزو وفي الاخر ما يتعلمش. كان واحد الاصرار واحد العزيمه، للاسف هي مهارات كبرات فينا في الصغار ولكن تنساوها وتنتخلاو عليها، وهي مهارات مهمه جدا. التجربه الثالثه يمكن حتى هي تجربه الكلام. في الاول تصور كيكون هي البكا كيبكي الوليد، من بعد تيخرج حرف يمكن با ولا ما اللي كيسمع اكثر، من بعد تيكون كلمات بسيطه
بروبو ولا شي حاجة بسيطة. من بعد جمل من كلمتين ومن بعد تبقى يتعلم. صور أنه كون قال أن هادشي صعيب عليا وأنا الحرف ما صعيب نخرجه بلاش نسمعي الأخرين كيتكلم. أزمات كثيرة تنعيشوها. والسات السات هي السات تاريخ ديال التنمية ديالنا وأحيانا نتنساو. أسيدي هادشي راه كاين وكلنا عشناه، ما بالياش أنا فاش غادي يفيدنا. أسيدي صحيح أكيد كلنا عشنا هاد الأزمات، ولكن المهم جدا نتعلمو كيفاش نولدو حلول لنواجهو بهاد الفرص ونخلقو بها إمكانيات لتطوير ذواتنا. نعطيك مثال آخر، واحد الإكراه اللي لربما من بين الممارسات اللي تنحاولو كاملين نخططو لها ولكن أحيانا نجد الوقت أو لا نجد، وإكراه ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة وعد المجهود البدني مهم، ماشي سهل. راه أي نوع من أنواع الرياضة راه مجهود بدني وإكراه بدني، تدوز من أزمة ولكن تتنعكس على مستواك البدني والذهني تقوم بإرساء عادات جديدة اللي تتخليك أحسن كل يوم. أش بان لك؟ أخويا هذيك الرياضة ما عنديش معها، تايقولوا زينة ولكن من بعد نقول لك واحد السر مهم بزاف بالنسبة لي، أننا نتعلموا كيفاش نتغيروا، أن نتعلم التغيير. نخرجوا بواحد العلبة، واحد منطقة الراحة عندها فيها شي أدوات معينة، مثلا تقليقات في المقهى، طورنا واحد الخطاب اللي مرتبط بتحليل المحيط، مهم جدا. هي نخرجوا من هذاك المحيط، من هذيك العلبة معذرة، من العلبة نطوروا إمكانية أخرى، نفتحوا آفاق جديدة. راه كثير الآفاق، كونوا على يقين. راه ارتباطنا كنعيشوا في روتين يومي، في دوامات، هي دوامات في الحقيقة، دوامات. يمكن تكون دوامات مادية مرتبطة بآخر الشهر وكيفاش نصرف، وكيفاش ودوامات اجتماعية مرتبطة يمكن إلا ما كان الزواج راه الزواج، إلا ما كان الزواج كيفاش نقرب، كيفاش إلا ما خرجناش من هذاك الدائرة ديال ديك العلبة اللي غالقين عليها راه ما غاديش نتعلم. ومسألة أخرى، نتعلموا كيفاش نحبوا المحيط ديالنا. رغم أن أؤكد على أن التغيير الداخلي مهم جدا، التغيير الداخلي خصو يكون في إطار ديال الحب للبيئة اللي انت عايش فيها، رغم الصعوبات والعراقيل والمشاكل اللي يمكن تواجه. ونزيدك، أحسن طريقة للفشل هي أنك تصطنع واحد الهوة بينك وبين البيئة ديالك، أنك تعيش في واحد الجزيرة وتنتظر التغيير اللي يمكن يجي غدا أو بعد غد أو السنة القادمة أو السنة التي تليها. عاش شريف، أنت تتكلم عن المحيط، والله ما أنا المسؤول على كورونا. خليها أنت تمشي ورا ما عندك. أسيدي جميل، غير وديك سير حتى لبعد كورونا، أرى ما تسنى مع راسك. سير حتى الغدا، سير حتى العطلة، سير حتى يكبروا الوليدات، سير حتى التقاعد، سير حتى إلى متى؟ باش نكونوا عمليين ونخرجوا بفائدة من هذا الحوار، غادي نتقاسم معكم واحد المحدد من محددات التغيير اللي هو كيخلينا إم بلاصة ما نكونوا من ضحايا الأزمات نكبروا مع الأزمات. هاد المحدد أنا كنعتبرهم بحال شي إنذارات، ديزالارت، بحال ديك اللي كنقول لك ديرش، كيقول لك طرن في راسك. هادي يمكن نضربوا المثال ديال لو فويون موتور ديال الزيت، البوله ديال الزيت فاش كتشعل في الطوموبيل. عندك اختيارات، اما انك توقف وتشوف فين كاين المشكل، تحاول تشخصو انت الا خاص الزيت راه غادي تزيد الزيت ولا تشوف، ولا تمشي عند متخصص اللي يوجهك باش تلقى حلول، ولا تكمل بالسياره. وانا ذاك راه اكيد النتيجه راه باينه، الا ما كانش زيت في المحرك انتهى. غادي نتقاسم معكم المحدد الاول اللي كنعتبره مهم جدا، هو انذار مهم جدا. ارى برا المحدد الاول ولا الانذار، وهذا مهم جدا، محدد من محددات التغيير، هو
التخلي ورأي ورمي المسؤولية على المحيط على الآخرين. احنا شفنا معك اليوم الشريف ديالنا ان عندما نرمي المسؤولية على الآخرين فنحن نتملص من المسؤولية، نجد أعذارا، تنقلبوا على الأعذار، وديما تلقوا ذوك العلاقات علاقات تنعلقوا فيهم ونكون معذرة. كاين البرد اليوم كثير، العجاج كثير، نتمنى ما يكونش أثر على الصوت. قلت انه كنقلبوا على شي علاقات وكنعلقوا فيهم، يمكن ما غاديش نقول الفشل ولكن تبريرات لعدم المرور الى الفعل، لو باساج ا لاكسيون. لذلك الاكيد راه اكيد نتقسموا، حنا ما عندناش السلطه على المحيط ديالنا، مثلا كاين اضرابات، كاين مشاكل اداريه، مثلا صعوبات عراقيل، ولكن عندك السلطه على رده الفعل، رده فعلك من هذا تجاه هذا العرق. لذلك تنطوروا في اطار تطوير ذواتنا، تنطوروا ذكائنا العاطفي في تعاملنا مع الاخرين، والاكيد تنكونوا احنا مشروع، احنا مسؤولين على مشروعنا، احنا مشروع ماشي جزء من مشاريع الاخرين بدون اهداف، ونكون ضحايا الازمات. للاسف الازمات راه كثيره جدا، بس ما نكونوا ضحايا الازمات، بس نكونوا نحن المشروع. وهذا شيء جميل. الشريف ديالنا النصيحة، أحب الحياة مهما كانت الظروف والصعاب، هي في الحقيقة هدية، وأحيانا تكون تنقولوا مالون بالي، وتنقولها بالعربية المحن هي منح في الحقيقة، لأننا تعلمنا، والحياة في الحقيقة هي مدرسة أكاديمية للتعلم. أسيدي هادشي جميل، ولكن باقي خاصني المزيد باش نفهم مزيان. اسيدي سامبروكا من الصباح حتى لدروكا، نتلاقاو ان شاء الله، راك حاضر ياك؟ ديما حاضر، انا متابعك حتى نشوفو شكون اللي يديها النشاط والحيويه. نتلاقاو ان شاء الله، السلام عليكم.